مسمينه كده، لكن ده سر من أسرار الكنيسة. وأنا سألت أبائي وعرفت إن أسرار الكنيسة كلهم ليهم نفس القوة ونفس البركة ونفس السلطان. فده سر عظيم، عشان في عمل سري إلهي. إذا إحنا طلبنا ربنا وخضعنا لعمل هذا السر، بتحصل بركة حقيقية في علاقتنا. الجواز مش سهل فعلا يعني، وإن كان البتولية فيها جهاد، كمان الجواز فيه جهاد. حتى في الإكليل بيلبسوا إكليل رمز برضو للجهاد الزوجي، فالزواج فيه جهاد كمان، وكله يكلف. يعني كل اللي يجاهد في الاتجاه ده أو ده مش ببلاش، ليه بركة وليه بركات. فالست اللي بتقوم بدورها وتحتمل ان حتى لو جوزها مش قايم بالدور، ربنا هيكلل جهادها ده وتعبه. والراجل اللي بيحتمل ضعف مراته او تعبها او اعصابها التعبانة او ظروفها، ويحتمل بمحبة وقوة إلهية في العلاقة دي، يكلل ويبارك وتبارك ولاده كمان ويثمر في حياته. فالزواج المسيحي مختلف عن أي زواج، إن في بعد أبدي. يمكن في الأرض بنفكر في الحاجة على زي ما تحصل دلوقتي، لكن الزواج المسيحي مش بنتكلم على اللي بيحصل بس دلوقتي، ده في بعد أبعد من كده. إن اللي بنعمله في زواجنا ده ليه بعد أبدي في تقدير ربنا لينا، إزاي احتملنا وجهدنا جهاد قانوني، يعني حسب قانون الإنجيل وحسب قانون الكنيسة. السر ده عظيم بجد، لأن ربنا اللي عمله. أي حاجة معمولة بره ربنا ما تبقاش عظيمة بجد. عشان كده في جوازات نقول دي وحشة ودي صعبة ودي فاشلة. ما هو لو جبناها وخليناها تخضع تحت قوانين وبركة السر، صدقوني بتتغير 180 درجة. احنا شفنا بيوت خربانة، وشفنا بيوت هتتفك، وشفنا طلقات كان على وشك تحصل. لكن لما جم لربنا وخضعوا لعمل الروح القدس، حصلت نعمة هما نفسهم ما صدقوهاش، واحنا كمان كنا فرحانين. ما ننساش اخر مرة كنا في الصعيد، وتستغربوا ان الراجل اللي بيسوق السواق كان منفصل عن مراته 4 سنين، وكان عاملين قضايا بينهم بعض. استغربوا ان حتى في الصعيد في، مش بس هنا في الحاجات. لكن لما حضروا خلوة ومؤتمر، كنا في دير بخومي من الأديورة، وكان في المشورة الأسرية، شكرنا ربنا قوي وفرحنا قوي ان الاتنين قالوا احنا هنوقف القضايا، ورجعوا لبعض. والست قالت لي باللفظ الواحد، يا خسارة 26 سنة راحت بعيد عن ربنا، ده عمرها يعني ما كنتش اعرف ان العيشة مع ربنا حلوة كده. فالحقيقة لما رجعوا لربنا، حصل ان الشيطان واعماله الشريرة بترحل، والافكار اللي بتغذي الشر بتقف، فبيحصل استبدال للوضع، ويبقى السر ده سر وجود الروح القدس. فهذا السر هو سر عظيم. هنقول شوية حاجات عملية عشان مش نظريات، عن ازاي العلاقة والاحتكاك لمدة سنين بتحصل حاجات صعبة، لكن مفيش حاجة ملهاش حل. بس نفكر في الحل وما نستسلمش للمشاكل اللي بتحصل. حقيقة سر الزيجة موضوع كبير قوي، احنا هناخد بس جزئية بس
ازاي نعرف نفهم بعض عشان زي ما بيقول الانجيل يصيران جسدا واحدا. جسدا واحدا يعني احنا الاثنين نفهم بعض. انا هتكلم على ثلاث حاجات. حاجة الاولى اسمها ليه مش بنفهم بعض، عقبات التفاهم، عقبات التواصل. والجزء الثاني مهارات التواصل، ازاي ابقى شاطر في التفاهم والتواصل. والجزء الاخير ازاي الخناقه تبقى خناقه كويسه او المشاجره ناجحه، يعني نتخانق مع بعض بس ما فيش دم وما فيش خسائر في الارواح. انت فاهم العربي بتاعي كويس؟ كويس ان في بعض من الشباب اقترحوا بعد ما نخلص النهضه وبعد الاغابي لو عايزين نرجع هنا نرجع في الكنيسه نقعد شويه نعمل اسئله ونعرف ترنيمة جديدة. أهلا وسهلا بيك. هنبتدي الجزء الأول، ليه مش بنعرف نتفاهم؟ أربع أسباب لماذا مش عارفين، ليه مش عارفين نتفاهم مع بعض. بس أنا كتبت الأسباب بالطريقة الإيجابية، يعني مفيش رجاء، مفيش غفران، مفيش وقت، ومفيش مشروع. أكتر أربع حاجات احنا لو مفيش مش هنعرف نتواصل. اول واحده اسمها مفيش رجاء، يعني مفيش امل. على فكره في العربي في ميزه، كلمه رجاء غير امل، يعني نادرا نلاقي العربي فيه متميز. في الانجليزي الاثنين زي بعض. الامل انا نفسي في حاجه يا جت يا ما جتش. الرجاء نفسي في حاجه بس متاكد ان هي تيجي. زي مثلا عندي رجاء خلاصنا، انا مستني خلاصنا بس متاكد ان هو جاي. غير الايه اللي عنده امل يا جات يا ما جاش. في ناس كتيره من القدام شويه في الجواز يقول لك خلاص اتمنى تكونوا لسه فاهمين فاكرين العربي عشان ما عنديش غيره يعني اقول لكم. في ناس يقول لك الست دي خلاص انا ايه زهقت منها مفيش فايده، جبت لها كهنه وجبت لها اصحفه مفيش امل. وفي بقى ستات تقول لك الراجل ده انا رميت طولته. عارفين رميت طولته يعني ايه؟ انا عايشه بس معاه عشان خاطر مين؟ وفي فقدوا الامل. بس لو انا قلت مهارات التفاهم مش هينفع الا لو كان عندي رجاء. وانت بتسمع كده تقول يا عم ده الكلام ده بتاع ده كان ينفع زمان. خلاص قول الزمان مش عارف ارجع يا زمان ولا ايه الكلام ده. انا عايز اقول لكم مره الانبا يوسف وده كان عامل دكتوراه في المشورة قال لي حكاية حصلت معاه. قال أنا وأبونا رحنا نعمل زيارة في بيت زي فيلا كده ومشوار كبير وما كانش ساعتها الموبايل ما فيش التليفون المحمول. المهم قال قعدنا نحاول نفتح الباب ونخبط محدش سمعنا. وقفنا تلت ساعة وبعد كده بيقول سيدنا انا واقف انا وابونا كده يا خسرت المشوار وكمان الموضوع مش هيتحل. وبيقول واحنا واقفين كده هو بيحكي كده واحنا واقفين جه واحد جه عند الباب ترك وتح دخل. خبر ايه ده؟ احنا تعبنا ما كانش وده بسهوله كده. عارف ليه؟ عشان هو عارف طريقه فتح الباب واحنا الاثنين يعني اللي كانوا بيحاولوا يفتحوا الباب ما نعرفش. في ناس حاولوا يقول لك ليه 10 سنين بحاول بس ما تعرفش الطريقه. في طريقه بس انت بتقولي ده انا حاولت ده انا صليت ده انا عملت. في طريقه بس انت ما تعلمتيش. فانا بقول في النهايه في نهايه النقطه دي لو انت فقدت الرجاء انا بتعلمت حاجه. ممكن مراتي تقول انا فقدت الرجاء في نفسي او انا اقول فقدت الرجاء في نفسي فقدت الرجاء في طريق في شريك حياتي بس عندي امل فيك انت. ممكن انت تمد ايدك يا رب انا ما عنديش حل. العقبه او الصعوبه نمره اثنين ان ما فيش غفران. انا نفسي تيجي فرصه يمكن يوم الاحد اتكلم اكتر. مش بنسامح بعض. احنا ساعات نقول انا سامحتك بس اللي في القلب ايه؟ في القلب يقول لك انا عندي قبلة المصالحة بس تبقى قبلة غشة.
واللي في القلب ايه؟ في القلب. واحنا عندنا المصريين يا رب يكونش فينا الصفات بتاع زمان دي او اللي موجوده في المجتمع المصري. ممكن اقول انا سامح، روح يا شيخ ربنا يسامحك يا شيخ، بس انا قصدي ايه؟ ربنا يوريني فيك يوم وربنا، بس انا قلت له ربنا يسامحك. فساعات انا افتكر ان انا سامحت، بس الحقيقه ما سامحتش. في مشكله لما نتعلم التفاهم، الحاجه القديمه لسه موجوده في مخي بتمنع التفاهم. مره واحد قال ابونا كان عندنا لغايه الساعه 4 الفجر، وقال حرام سيبوني بقى انا عندي قداس الساعه 6، وقاموا بس وراس بعض، ولسه هو نزل ولسه ما وصلش البيت. الو الحق يا ابونا، في ايه؟ دي رفعت ايديها. طب وايه يعني؟ لا ما هو في الخناقه بتاع زمان هي رفعت، شوحت لي بايديها. عارفين شوحت يعني؟ وبعد ايه اتاري اللي حصل؟ ما تسامحش. فممكن نقول ابوس راسك وخلاص، لكن اللي في القلب لسه ايه؟ ما تشفاش. انا نفسي ناخد جزء كده في المحاضرة في يوم الأحد بالليل، ازاي الوجع بتاع زمان يتشفي. الحتة دي لما تبقى ملتهبة، لما قرب عندها اي في ايه؟ الحتة دي ما تشفاش. لكن لما ربنا يمد ايده كده ويطبطب عليه ويشفيها، نقرب عليها ما يحصلش وجع جامد. فالعقبة نمرة 2 عدم الغفران. اقول انا سامحتك، بس ايه؟ في الحقيقه انا ما سامحتش. والحقيقه الموضوع ده موضوع خطير، لان دي الحاجه الوحيده اللي علق عليها السيد المسيح لما علمنا الصلاه الربانيه. الصلاه الربانيه كان فيها 10 اجزاء كلهم في منتهى الاهميه. بعد ما قال لامين ما فيش غير حاجه واحده، قال اصلي لو ما سامحتش، دي اللي علق عليها، مش هتتساب. عشان كده الموضوع ايه؟ وقالها مره تانية، ولو سمحت هتتساب. ما ينفعش يكون انا قلت انا خلاص سمحت وجوه قلبي انا لسه ما سمحتش. انا عايز اتعالج عشان نعرف نعمل تفاهم. مشكله ثالثه ان مفيش وقت. وانتوا عندكم مشكله، واحنا بقى عندنا مشكله في مصر كتير، مفيش وقت. الا بقى الناس اللي عايشين يعني عندهم وقت حتى اللي عنده وقت مش فاهم الموضوع ده مهم، ما بيخصصش وقت. بقى في حاجه اسمها انا بخصص نص ساعه او تلت ساعه لكل طفل. ليه؟ عشان العب معاه. ليه؟ عشان بعد 8 سنين لو ما كنتش صاحبه هيسيبني ويمشي ومش هيسمع كلامي. ليه؟ طب ايه الموضوع ده؟ ما عندكش وقت، خلاص يبقى عليك العيال. ممكن اباء يبكوا بكا ويقول يا خساره ده احنا جايين عشان الاولاد، شوف الاولاد بقى حلوين. ليه؟ اصل ما كانش عندنا وقت. طب ليه افضي؟ لازم افضي، انا محتاج فلوس. الوقت هنا اغلى. ولو انا ما عنديش وقت اقعد مع مراتي مش هنبقى اصدقاء، ولو ما بقيناش اصدقاء مش هنعرف نتفاهم. فساعات الستات يبقى عندهم اقتناع يفضوا وقت، لكن الرجاله ايه؟ قولي من الاخر، انا عارفك، قول انا فاهمك. يا عمي لا، في محتاجين وقت ناخد وندي ونتكلم وناخد راحتنا ونسمع بعض. اللي ما عندوش وقت يبقى مش هيعرف يتفاهم. انا لازم اجيب من الاخر، انا مفيش اجيب من الاخر، عايزين نتكلم. ما فضيتش وقت يبقى ايه؟ مفيش امل. عايز اقول لكم احنا اتعلمنا في كل يوم لازم يكون لينا نص ساعة او ساعة بس عشان نتكلم. وفي يوم في الاسبوع ده اسمه يوم العائلة، فاميلي تايم، في 4 ساعات نتكلم فيها المواضيع اللي عايزة ايه وقت. ولازم اجيب الجدول واحطه في، انا عندي كنيسة من الساعة كذا للساعة كذا، خدمة من الساعة كذا للساعة، انا ومراتي من الساعة كذا للساعة كذا. اخر حاجه بقى بتبقى عقبه اسمها مفيش مشوره. في ناس فاكره انها فاهمه كل حاجه. وسليمان الحكيم قال لنا ايه خطيره اقولها للرجاله اكتر، عارفين الايه بتقول ايه؟
أرأيت حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل خير من الرجاء بالجاهل. شفتش واحد فاهم انه فاهم كل حاجة؟ ده مفيش منه أمل. لو واحد جاهل في منه أمل. ليه؟ أصل الجاهل هيسأل. لو أنا فاهم، أنا بشوف ده، لو أنا فاهم إن أنا فاهم كل حاجة ما أسألش. عندنا مثلا تيجي الست تقول للراجل تعالى نسأل وناخد مشورة. مشورة إيه؟ ده أنا أقول لهم كل حاجة، ده أنا حافظ كل حاجة. اللي فاهم إنه عارف كل حاجة ده عليه العوض، واللي فاهمة إن فاهمة كل حاجة دي عليها العوض. أنا محتاج حد. يمكن أنا سعيد وأنا صغير وأنا لسه خاطب، أبونا قال لي حاجة كده مش قادر أنساها، قال لي شايف اللمبة دي اللي نازلة يمين في الوقت، سألني سؤال، قال لي هسألك سؤال أنت عارف إجابته، هي اللمبة دي عشان تولع يلزمها سلكة واحدة ولا سلكتين؟ طبيعي يا أبونا سلكتين. قال لي أي خناقة عشان تولع لازمها اتنين أغبياء. يبقى أول ما ولعت الخناقة عرفت نفسي على طول إن أنا إيه؟ بعيد عنكم طبعا، مش أنتوا مش كده. أول ما ولعت، أدام ولعت يبقى لازم في اتنين إيه؟ لو واحد بس ما تولعش الخناقة. يبقى إحنا مسؤولين. يمكن لو في وقت في الآخر أوريكم شوية كاريكاتير. خليني عشان ما فيش وقت، مفيش واحد يبونا لا طيب. ندخل على الجزء نمرة اثنين. جزء نمرة اثنين اسمه نموذج البيت المسيحي. ايه حكاية البيت المسيحي؟ احنا خدنا الجزء الاول اسمه ايه؟ عقبات التفاهم. جزء نمرة اثنين نموذج البيت المسيحي. زي ما انتم شايفين قدامكم في اساس، وبعدين الدور الاول نفسيتي تتشفي، الدور الثاني تفاهم اللي احنا بنتكلم عليه اكتر النهارده، الدور الثالث تربيه الاولاد. في ناس يقول لك خلاص بقى ايه، انا فاكر في دوله كده جنبيكم قريبه منكم خالص في واحد اقول له طب ناخد نتعلم التفاهم انت ومراتي، يقول لا 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 سيب مراتي دي خلاص انا عايز الاولاد. عنده ولد واحد. يا راجل يهديك يرضيك. أنا فاكر الحادثة دي لأن الناس يعني طبعاً في المشهورة راحت صوته هادي بشويش. الناس قالوا لي أنت كنت بتزعق، قلت له ما كانش عايز يفهم. ومرت ست سنين ابنه سابه وبيهدده عشان عارف أسراره، الورق بتاعه فيه حاجات مش مظبوطة. قلت يا خبر، هو الراجل حاولت اقول له الاول اتفاهم انت ومراتك، يبقى لازم اعمل الدور الثاني عشان نطلع الدور الثالث. تربيه الاولاد من غير تفاهم مش هتنفع. والولاد ناصحين، اللي عنده ولاد صغيرين كده الولاد فاهمين، لكن بابا لكم امثله من بتاعتنا احنا، بابا مش بيوافق على الكنيسه، اروح لمين؟ اروح لمين؟ ماما ما بتوافقش نجيب شيبسي، نروح لمين؟ لازم يلعبوا بينا. واحنا بابا بقى والست دي مفتريه ان هديهم يجيبوا شيبسي، وهو عايز يجيب يخلي الحزب بتاعه اكتر، بس احنا متخانقين، فعشان يبقى هو تبعي وهي تقول عشان يبقى تبعي، وفاكرين دي شطاره، والولد بيتهز الامان بتاعه من نتيجة إن مفيش تفاهم أصلا. عايز تبني دور تالت؟ هنتكلم عن الدور التالت ده اللي هو تربية الأولاد إن شاء الله يوم الاثنين. النهارده بنتكلم عن الدور التاني. إنما في بقى مشكلة إن الدور الأولاني لو نفسيتي مش كويسة لا يعرف نعمل تفاهم ولا نعرف نعمل تربية الأولاد. في واحد مرة قال لي أنا رحت مع مراتي رحت مع مراتي فرح وقابل واحدة قريبته، واحد مساء أحلم. هنروح البيت وعدو بعيد عنكم. مين دي يا أخويا اللي سلمتها؟ مين دي؟ أنا سلمت على ناس كتير. لا أم أزرق اللي مخطط أزرق. دي يا بنتي أنتوا متفقين مع بعض تقابلوا بعض؟
كنتم لبعض قبل كده وقول لي قول لي ايه الحكايه؟ طبعا انا مش بتكلم على الرجاله اللي هم مش امناء، بتكلم على رجاله امناء بس الست عندها مشكله في نفسيتها، ما عندهاش ثقه انها تستاهل تتحب، وعشان كده ايه في مشكله اسمها مشكله الغيره. برضو الرجاله في مشاكل خلصت هنا، الرجاله في مصر فاكرين نفسهم بقى على اساس سيد ويفضل بقى وكلمتي مش هتنزل، بس هتنزل المره دي. مفيش وقت ده، انا بقول للرجال دلوقتي الحمد لله البوليس عامل لهم. فالرجاله بقول لهم لو انت عندك نفسيتك عندك ثقه بنفسك اكتر تدي حريه اكتر لمراتك. لو انا نفسيتي تعبانه او مراتي نفسيتها تعبانه مش هنعرف نعمل تفاهم، لو ما عملناش تفاهم مش هنعرف نطلع الدور الثالث تربيه الاولاد. يفضل بقى قدر الاساس، الاساس اللي احنا جبنا سيرته امبارح، اساس اسمه العشره او العلاقه الشخصيه مع ربنا. ومره تانية اقول في ناس رايح فين؟ رايح الكنيسه. جاي منين؟ جاي من الكنيسه. صايم؟ الحمد لله صايم، بس ما فيش عشره. النهارده سمعته في الانجيل، حد خد باله من الانجيل في حاجه تخط؟ حد خد باله؟ انجيل القديس متى بيقول في ناس هيجوا يقولوا احنا عملنا معجزات باسمك، المسيح يقول لهم انا ما اعرفكمش انت مين، انا ما شفتكش قبل، ازاي يا رب ده انا كل يوم في الكنيسه ما اعرفكش، مفيش عشره بيني ما بينك. امبارح اخذنا ان السيد المسيح لما يخبط على الباب يقول انا واقف على الباب واقرع، انا عايز يبقى بيني وبينك عشره، اتعشى معه وهو معي. حتى الكلمة غريبة زمان، لو ايه يعني اتعشى؟ مش هي اتعشى معاه؟ مش هي هي لو انا اتعشيت معاك؟ مش هي هي اللي انت تتعشيت معاك؟ قال لا، بس انا بقصد اكلمه وهو يكلمني، احكي له وهو يحكي لي. يا سلام، يعني ممكن ابقى ليه نشاط كنسي وما اعرفوش؟ لازم يبقى في عشرة المحبة اللي بينك وبين ربنا، يبقى مشتاق حبيبي مشتاق اتكلم معاه. أنا مش عشان واخد قانون بنفذه، لا ده أنا مشتاق أصلي، عشان هو حبيبي. وأول ما هو يشوفني يقول لي أنا واخد بالي منك، ليه؟ أصل أنت حبيبي. والتلاميذ عندهم قدموا نفسهم للمسيح، فالمسيح قال لهم أنا مش هخليكم عبيد. أمال إيه يا رب؟ أنا هسميكم أحباء، تبقى حبايبي. ربنا دعيك عشان تأسس بيت مسيحي بجد، البداية الصح أنا أبقى ملك ربنا، هو يبقى حبيبي. زي ما عروسة بتاعت سفر نشيد الأنشاد قالت أنا لإيه؟ لحبيبي، أنا هبقى ملكك، ليه؟ أنت حبيبي، أنا مش عايز حاجة كده. في واحد يقول للولاد تعالوا صلوا، مش دي الطريقة، عارف الطريقة إيه؟ إن يصلي بحبيبك وهو يشوف يسوع فيك فيحب يبقى زيك. يا بنات لازم نقف كده عدل، مش دي الطريقة، الأساس بتاع البيت المسيحي أنت تتميلي. طب جوزي مش مساعدني، ابتدي أنت قولي لي أنا عايز أحط أساس، من يسمع كلامي ده كلام السيد المسيح ويعمل به وشبهه برجل عاقل بنى بيته إيه؟ على الصخر. إحنا خدنا جزئين، جزء اسمه عقبات التواصل، انتوا معايا؟ ايوه. الو؟ مراتي بس اللي معايا، انتوا معايا؟ انا مش متاكد ان اعرف ازاي، طب اللي معايا ارفع ايديك فوق كده. في 4 9 22 53 طب والباقيين؟ مع الاسف ولا مع ايه؟ مع ربنا. خليكم مع ربنا. طيب الجزء الثالث بقى اخذنا اول حاجه اسمها عقبات التواصل، ثاني حاجه اسمها ايه؟ البيت المسيحي، ثالث حاجه مهارات التواصل. ادي مهارات التواصل رسمه لقدام، واحد مرسل، واحد مستقبل، وفي بينهم الرساله. يعني انا عندي حاجه عاوز مراتي تفهمني، طب انا اسمي مرسل.
الطرف الثاني اسمه مستقبل. والحاجة اللي انا عاوز اخليها مراتي تفهمها تبقى ايه؟ هي ايه؟ الرسالة. فلو انا مرسل يبقى انا عايز اتعلم شوية حاجات. لو انا مستقبل عايز اتعلم شوية حاجات. افرض ان انت مرسل، يعني ايه مرسل؟ قلنا عندي حاجة ايوه عايز اوصلها لمراتي، او واحدة توصلها لجوزها. في حتة هقولها للستات اكتر. اول حاجة عايز تعرفيها، ما تفتكريش ان الراجل هيفهم لوحده. في ستات فاكرة يقول لك ما هي باينة زي الشمس، اقولها له ده انا مغزى لأعمى يفهمها. اقول لها لا تصدقيني هو مش اعمى بس مش فاهم. مش رحيل. اقول لكم حاجة حصلت انا ومراتي واحنا لسه في بداية حياتنا في الخطوبة. ماشيين نشتري طلبة، فمراتي قالت لي انا تعبت. انا بالنسبة لي تعبت يعني كلنا بنتعب. وعشان قلت انا تعبت. ماشي تعبت بس لازم نخلص اللي ورانا، صح كده؟ الرجالة يقولوا ولا لا؟ وفي الاخر انا تعبت. اتخضيت انا. قلت لها طب يعني ثاني يوم بقى ولا بصراحة أول مرة في حياتي أشوفك متنرفزة. قالت لي يا إيمين تفهمني بقى. أول مرة قلت أنا تعبت كنت جبت آخري خالص. قلت لها طب أنا أفهم من إيه؟ أنا أعرف إن اللي يتعب بيكمل عشان يخلص اللي وراه، صح ولا لا؟ فكل واحد عنده حاجات بيفتكر إني أكيد مراتي فاهمة وقصدها تطنشها. لا، قول لا هي مش فاهمة. ضرورة الإرسال. والستات بقول لكم يا ستات عشان خاطر ماري مينا، ولو ما خدش باله عشان خاطر ماري جرجس، قولي له تاني، ما خدش باله عشان خاطر ستنا العذراء، ولو ما خدش باله عشان خاطر الرب يسوع المسيح له كل المجد. مش عارف ما اخدش باله يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ الستات فاكرين يقول لك اصل لو قلت له يبقى ملهاش لازم يعملها عشان انا قلت له. لا يا ستي قولي له مره اثنين ثلاثه ويا رب ايه يفهم بعد كده. كمان عايزين ناخد بالنا من الرسائل اللي هي مش الكلام. الستات برضه قال لهم انت ممكن تقولي انا مش ممنع في العلاقه بس مبوزها. قلت لك انا ما قلتلوش لا بس جوزي شبرين. طب انا ما قلتش لا بس جسمي في حاجه اسمها لغه الجسم بيقول لا. ينفع؟ لا. انا ممكن خدوا بالكم ان كلمه مش بس بالكلمه، الطريقه اللي بقولها وكمان الجسم بشكله ايه؟ يعني ممكن انا اقول لبنتي تعالي. ممكن اقول لها تعالي. شايفين جسمي قال حاجة ثانية؟ ممكن اقول لها تعالي. ايه ده؟ دي غير دي غير دي. طبعا ما قلتش حاجة غلط. ما قلتش حاجة غلط بس جسمك يعني حاجة تسد الناس. يقبل عليك ازاي؟ وكل حاجة تسد الناس. فخد بالك من ايه؟ اللغه بتاعه الشخص الاخر، او خد بالك من الطريقه اللي بتعملها في الكلام. مره واحد شكالي قال لي هحكي لك على اول عيد جواز. كان لي 10 سنين متجوز. قال لي انا عملت مفاجاه لمراتي. هو كان حاله نادره، كان رومانسي خالص. عكس مراته كانت ايه؟ من النوع العملي. فالراجل الرومانسي ده راح جاب شطورته وجاب شمع وجاب ورد وطفى النور ومستني يعمل سربرايز لمراته. عارفين سربرايز ولا سربريز؟ اللي حصل اني مراته دخلت ايه الضلمه دي؟ خبطت كده وبعدين ولعت الشمع ميه. اطفي اطفي خليه لما النور يقطع. اول سدت نفس وعايزه ورد. طب ولا اسمته ايه؟ ده هيقبل بكره. قال لي ده كان أول وآخر عيد جواز. تصوروا بقى حياتهم شكلها إيه؟ إيه الغلطة اللي عملها الراجل ده؟ هو فكر بالطريقة بتاعته.
مش بطريقتها هي. أنا المفروض أفكر إيه اللي يبسطها هي، مش إيه اللي يبسطني أنا. هي تتبسط بحاجة تانية، ما تعملش الحاجة اللي بتبسطني، بأفهم لغة الآخر. كمان الست دي كان المفروض تاخد تقدر قد إيه هو فكر وحاول وعايز يبسطها، فحتى لو حاجة ما تبسطهاش بس على الأقل تقدر إن هو إيه بذل المجهود. ففي ضرورة الإرسال، في ابتكار رسائل، وافهم لغة الآخر، معلش هنعدي على حاجات بسرعة. هنبقى محتاجين إن نعمل إيه؟ يعني نخترع. يعني مثلا لو الراجل عندك بيفرق معاه الملوخية، في دلوقتي ملوخية صيام، اعملي له مفاجأة كده واعملي له ملوخية صيام. لو الست بيفرق معاك معاها وردية، اعمل لها وردية. الورد غالي هنا في باريس، مش غالي. في واحد كان صاحبي كان شاطر في التواصل، مراته اتخانقت معاه خناقة، لما الدنيا زعبرت وعارفين الزعبير بقى، فهو ايه مش قادر يرجع البيت. وبعدين جات له فكره، اشترى ورده. هو بيحكي لي جاب ورده، واول ما دخل البيت كده راح رفع الورده كده، فمراته ايه يعني انفرجت اثاريها كده، وايه والدنيا ابتدت تفك. انا لازم افكر، مش كله يبقى صالح بالكلام، في حاجات غير لفظيه. لو انا المستقبل بقى هقول حاجة واحدة، يعني لو مراتك بتكلمك انت دورك ايه؟ لو جوزك بيكلمك انا عايز نسمع من غير ما نلوم. هي حاجتين بس هتقول حاجة، اسمع من غير ما تلوم. ايه فرق بين كلمة سمع واصغاء؟ الاصغاء انا عارف الفرق في الانجليزي، listening يعني بفهم، بحس بالشخص التاني. لكن السمع ممكن اسمع من هنا وايه اطلع من هنا. عايزين نتعلم حكايه الاستماع دي. وعلى فكره كل واحد يلوم التاني، يقول لك الراجل يقول الست دي ما بتسمعنيش، والست برضه تقول ايه الراجل ده ما بيسمعنيش. في مره واحد راح للدكتور وقال له مراتي عندها ضعف في السمع، قال له لاي درجه؟ قال له معرفش. قال لي طب شوف لي ايه درجة ايه عدم السمع. قال له ازاي؟ قال لي تي عمل هو كده، راح فعلا لقال له نفذه، نادى عليها من بعيد، هي في المطبخ وهو عند باب الشقة، يا مراتي طب خلى ايه؟ ما سمعش اجابته. قرب شوية في الرسالة، يا مراتي طب خلى ايه؟ مفيش اجابته. وصل لقيت كوريدور كده جنب المطبخ، يا مراتي طب خلى ايه؟ مفيش إجابة. لغاية ما جه جنبها جنبه قلنا يا مراتي طب خلنا إيه؟ فالست قالت له ثلاث مرات أقول لك فراخ؟ مش معقول كده، دي رابع مرة، ده فراخ يا حبيبي فراخ. طلع المشكلة إيه؟ هو فاهم، هو اللي هو إيه؟ بس هو فاهم إن إيه؟ إحنا عندنا كده في الجواز، دي حقيقة على فكرة. ساعات بيجي لي روح، انا بشتغل طبيب نفسي صحيح، انا باخد بركه الخدمه في معهد المشوره الارثوذكسي، ولكن شغلتي كطبيب نفسي بشوف كل جلسات المشوره، كل جلسات الطب النفسي، ابص الاقي الشخص يقول لك ده فلان اناني، فلان انانيه، فلان انانيه، فلان اناني، وانا شايفه هو كتله انانيه، بس هو مش شايف. صرار الراجل بتخض على نفسي، يقول يا بابا طب ده مش مجنون ولا حاجه، مع ذلك مش شايف نفسه، شايف عيونه بس شايفها في الناس. هو احسن اكون انا اللي بعمل كده، عشان كده كل ما تشوف غلطه في حد اسال نفسي، احسن اكون انا اللي عندي المشكله دي. عشان كده في وصيه بتقول ايه؟ لا تبينوا لكي لا تبان. أنا عايز أقول لكم نقطة، خلي أليس إحنا قربنا نختم، خلي أليس تقول نقطة تاني، وهنشوف هنعمل المفاجأة بطريقة كويسة إزاي.
نقطة اسمها الرد على المشاعر بمشاعر. معلش أنا كل الأمثلة بتاعتي مصرية، لكن هي بتحصل بصورة تانية. الراجل لقى مراته راجع من الشغل، أوف أنا عرفانة، الميكروباص اللي وصلنا تعبنا، والمدير ده قرفني. قولوا أنتوا يا رجالة، أول ما تسمع مراتك تقول كده تقول لها إيه؟ اقعدي في البيت، انت ما جلاش غير واجع القلب. وانت تقول، والراجل يقول ايه تاني؟ قلت لك بلاش من الشغلانه دي. او يقول ايه تاني؟ ما كل الناس بتتعب، انا كمان بتعب. او يقول ايه تاني؟ انت الصبر بينما الست كانت عايزه ايه؟ معلش دي مراتي انا اقدر اخد راحتي يعني شويه، ولا هنا مش بياخدوا. اول هي عايزه ايه؟ حد يطبطب عليها كده ولا معلش يا حبيبي معلش. بس لا، الراجل او العريف لازم يحل لها مشكلتها. لما تلاقي مشاعر تعمل ايه؟ ترد عليها ايه؟ المشاعر. ما تردش عليها بالحلول وحاول تحل مشكلتها. خلي بالك تطبطب بالراحة مش كده؟ عشان ايدي تتقل انت، اوعى يكون ايدك تقيلة. مرة واحد دخل في مشروع، فاكر كان مشروع 30,000 وهو دفع 15، دخل شركة وفي يوم رجع لمراته زعلان وحزين، ضاعت الفلوس يا مراتي، خد الفلوس وفك. مراته بقى تعمل ايه؟ قولوا لي انت يا رجال. تروح لابونا فراي. دلوقتي هو المشاعر بتاعته ايه؟ حد يقول المشاعر بتاعته ايه؟ حزين. وايه تاني؟ وخايف، خايف من مراته ولا ايه؟ وايه تاني؟ مصدوم، حاسس بالفشل. لو مراته العادي بقى، حد يقول لي من الرجال، العادي الست تقول له ايه؟ معلش ده العادي. قلت لك وما سمعتش كلام، انا حذرتك، مفيش سامع لكلام مراتك، دي فلوس العيال حرام عليك. بس هو بقى لو هو جاي حزين جدا، الرد على المشاعر بمشاعر، المفروض تعمل ايه الست دي؟ تطفدك، المهم انت بخير، الفلوس تطلع، مفيش الكلام ده، صحتك في الدنيا. فاحنا عايزين نتعلم غير ما ناخد بالنا الادانه. واحد قال لي انا برجع لك في البيت قبل النظره، بطلت اروح البيت، تعمل ايه؟ قال لك بقعد على الكافيه لغايه ما اجي ميعاد النوم انام، اصلا عارف. وفي برضه ستات تقول اصله كان مدير في الورشه بتاعته، بيرجع البيت ايه؟ فاكر ان هنا يبقى مدير برضه. في الاهالي، هقول لكم الحكايه دي في موضوع تربيه الاولاد، عايزين نقلل الادانه، نقلل الحسابات. لو نقدر ناخد اجازه من الحسابات نخلي البيت ايه؟ مريح. زمان كان لما بابا يجي البيت يقول بابا جه بابا جه، اصل بابا ايه؟ هيفرفشنا ويبسطنا. دلوقتي بعيد عنكم، بابا جه خد لك ساتر استخبى ليه؟ اصل اكيد هينكد علينا، عملت غلط ووديت دي ما جبتش دي، واللوم لوم لوم. للاسف احنا يعني مقبلين. هخلي اليس تقول لكم ازاي نعمل رساله نقول الكلمه بطريقه صح. في أي خناقة يبقى واحد متضايق أو تعبان، واحد من الاتنين يعني، ففي طريقتين. في طريقة أقول له أنت ضايقتني، أنت تعبتني، أنت تأخرت عليا، أنت خليتنا اتنكدنا أنا والعيال. وفي طريقة تانية بدل أنت تبقى تبتدي بأنا، بشرح أنا حصل إيه. فلو أنا مستنية جوزي متأخر عليا، فأنا طول ما أنا قاعدة بنفخ، ده بنسميه الحديث الذاتي،
هو اتأخر عليا ليه؟ هو سايبني كده ليه؟ هو تلقاه عنده حاجات أهم مني، ما إحنا آخر حاجة عنده. كل ده اسمه كلام إيه؟ سلب. أفضل أنفخ أنفخ أنفخ، فزي البالونة كده، أول ما يجي بعمل إيه؟ بنفجر. في طريقة تانية إن أنا أقعد أفكر بطريقة إيجابية، بدل ما أقعد مخي يودي ويجيب أفكار سلبية، أقول يا ترى في مشكلة في الطريق، يا رب سهل له السكة، يا ترى في حادثة، يا رب يكون في خير، يا ترى هو دايما بيتأخر، طب يبقى إحنا لازم نفكر إزاي لما يتأخر ألاقي حل للمشكلة دي، وأقعد أفكر في الحل بدل ما أقعد أفكر في نفخ أعصابي ومشاعري بكلام سلبي. ما هو كده وطول عمره كده، وإحنا آخر الناس، ومش مهم عنده العيال، وهو أناني، وأقعد أقول كلام سلبي. فممكن يبقى المشكلة مش كده، بس عجلة فرقعت، نامت منه في السكة، أي مشكلة تانية، مش دايما هيكون اللي أنا فكرت فيه صح. فلما يجي بقى بدل ما أقول له أنت عملت وعملت وعملت، هيبقى رد أنت إيه؟ أهو أنت، أهو أنت اللي بتفكري غلط، أهو أنت اللي مش حاسة بيا، أهو أنت اللي ما عرفتيش تتصرفي، أهو أنت. هنتبادل اللوم ونتبادل العتاب القاتل اللي ما فيهوش خير. لكن لو انا ابتديت برسائل اقولها انا، اشرح له حصل لي ايه نتيجه التغيير، ده مش هيخليه يرد بانت، هيخليه يحس باللي حصل ويقول يا اسف، يا يقول طب نفكر في طريقه ده. فابتدي اقول نفس الموقف، ابتدي اقوله بطريقه ايجابيه، انا تعبت قوي قوي في الانتظار، وانا قلقت خالص، والعيال كانوا بيعيطوا لكن نفسهم يخرجوا، وقعدوا يزنوا لغاية ما ناموا وهم لابسين وما تعشوش، وأنا كمان كنت هموت من التعب ونفسي أنام، بس مش عارفة أنام ولا أستنى ولا أقلق ولا أرتاح. هو شاف إيه بقى؟ شاف اللي حصل لي، ما يقدرش يقول لي أنت عملتي، ما هو أنا ما قلتلوش أنت، فما يبقاش الرد أنت، هيبقى شاف ايه اللي حصل. فانا قلت طب نفكر مع بعض، مش عايزين ده يحصل تاني، لان انا تعبت خالص، ايه رايك لما تكون هتتاخر تقدر تعمل ايه، وانا وانت متاخر اقدر انا استنى ازاي، ولا استنى فين، ولا ندور بقى على حل للمشكله. فهي بتبقى جمله صغيره كده بنقولها الحدث، وبعدين بقول مشاعري باول حرف انا، بحكي عن نفسي، تفسيره عندي، وبعدين اقتراحات للحل. جمله حدث، مشاعره، تفسيره عندي، اقتراحات للحل. لو كل مشكله بتقابلنا نحطها في الجمله دي، نبطل نرمي بعض بالطوب، وبدل ما نعور بعض نلاقي حلول للمشاكل، بالذات المتكرره، حاجه بتحصل كتير، تاخير، يعني حاجه فيها تكرار، فالتكرار ده عايز نقعد نلاقي حل، بدل ما كل مرة تتقلب الدنيا خناقة، قبل ما ننزل الكنيسة حاجة مش لاقيينها، مفاتيح مش لاقيينها، نتخانق، وبدل ما ننزل الكنيسة تحصل خناقة، نروح قاعدين، العيال تتحرم. طب ما نحل الحكاية، ما يعني في مدخل الشيطان بيدخل منه لما نبتدي نلوم بعض ونتهم بعض. يبقى رسائل أولها أنا. ده اقتراح مهم، عشان زي ما قلنا لما هتقولي له انت اتاخرت هيقول لك يا اختي ما انت اللي بتتاخري، ده انت امبارح معطلني ساعتين، انا اللي متاخر، انت هي تقول له ده انت اللي عشان مش عارف ما جبتش، انا اللي مش بجيب، ده انت اللي، واخدين بالكم الكلام ايه؟ فالاقتراح ان انا ابتدي اقول انا متضايق، اقول اللي جوايا، ما اقولش انت ظلمتني او انت. ورغم ان ده حل بينفع كتير، على الاقل مش هيجيب مشاكل زياده، لكنه مش سهل. يعني انا اول ما اتعلمته قلت بس خلاص عرفت اكلم مراتي حلو، بس انا لسه جوايا ندامه. تعرفي عملت ايه؟ انا متضايق ان انت عملتي كده، يعني رحت ايه؟ راجع للايه؟ للاسلوب القديم. اخر حاجه بحب نختم بيها
اسمها قوانين المشاجرة الناجحة. لو في عندي من الأول كل وقت عندي رجاء بطلب يا رب خليك أنت رجاء. لو في عندي من الأول غفران فعلا بغفر وبسامح. لو في عندي وقت عشان مش مكركبين مش بسرعة بسرعة ومش رايحين نتفاهم. لو في عندي لجوء للمشورة لما نكون مش عارفين نوصل لحل نسأل حد في فدنا. ولو في بيت مسيحي ابتدى بعلاقة أو عشة مع ربنا. ربنا دعيك الفكرة ممكن تنسى كل المحاضرة بتاعت النهاردة. بس تبتدي بتقول له يا رب عايز ابتدي يبقى في حب. أنا أختارك تكون سيدي. أنا لحبيبي. هو يقول لك وانت كمان هتبقى حبيبي. الاعتراف يبقى اعتراف والتناول يبقى تناول. ناخد بركة الأسرار الجد بدل ما نعملها ايه؟ روتين. والصلاة عشة حب عشان هو أنا نفسي أتكلم معاه. أنا مش ناسي واحدة كانت بتيجي ثلاث ساعات ونص سفر عشان جلسة مشورة الكونسيلي. وبعدين بطلت تيجي. قلت لها لما جت بعد كده قلت لها انت ايه اللي حصل؟ قالت لي لقيت حد بيفهمني اكتر منك. يا لقيت ابويا السماوي. بجد؟ قالت لي غريبه كنت فاكره ان هو بيوحشني. تصور لما باجي اقعد معاه بلاقيه هو كمان بيقول لي انت وحشتيني. قلت لها كده انت وصلت للسكه الصح. كده فعلا الجلسه مع الحبيب يكلمني واكلمه. انا انت كده مسيحيه بحق وحقيقي. قلنا ان في مشاجره لازم يحصل مشاجره. مفيش بيت مفهوش مشاجره. ليه؟ عشان احنا مختلفين. احنا طيب اتعلمنا لو انت مرسل تعمل ايه؟ تاخد بالك لابد من الارسال، تاخد بالك من لغه الجسم، تحاول تفهم لغة الآخر. تتعلمها لو أنت المستقبل يعني مراتك أو جوزك بيكلمك محتاجة تسمعي بدون لوم بدون إدانة. تحاولي تحسي بيه وتردي على المشاعر والمشاعر. دول شوية قوانين هقولهم بسرعة عشان الخناقة تطلع بنتيجة كويسة. لما يبقى في خناقات اعرف إن أنت إنسان طبيعي. لو مفيش خناقات تتخط قول في ايه؟ هيبقى اكيد واحد شخصيته اتلغت. اكيد هو مدكن حاجه. لو في خناقه ده طبيعي. بس هنحاول نعمل الخناقه بطريقه صح. اول قانون اسمه واجه المشكله. يعني ايه واجه؟ يعني ما تقولش هتتحل مع الزمن. ما تسيبهاش للزمن. في واحد مره حكى لي بس القصه ما حصلتش يعني دي خياليه. قال اني كان عنده في باسكت الزبالة دخان طالع كده. فالدايق قال منظر مش عاجبني وريحة ضايقاني. فخد الباسكت وحطه كان عنده لون خشب كده على الجنب وقفل عليه. الحمد لله مفيش ريحة ضايقاني ومفيش منظر مش عاجبني. وروح من الشغل بعد ساعتين قالوا له الحق المكتب كله ايه؟ ولا بس احنا بنعمل كده. قفل على الموضوع خلاص مفيش مشكله الحمد لله. بس ما تعملش هتخرب الدنيا بعدين. القانون التاني بسرعه على قد دي حته حابه اقولها للرجاله. بتيجي مراتك تقول عايزين نتفاهم تقول لي بعدين بعدين ايه بعدين امتى؟ بكره مش فاضي بكره بعد بكره برضه مش فاضي. ما ينفعش. ما دام في موضوع لازم ناخد ميعاد والميعاد ده خلال 48 ساعة نقعد نتكلم. أنا مش ناسي رحت بلد مرة كنت في سوريا. سوريا هناك يسمعوا التعليمات أكتر من المصريين. فقلت لهم بعد المحاضرة دي قلت هنعمل تدريب. تدريب على إيه؟ على الإصغاء. لو الست اتكلمت الراجل عايزك تسمع وتحاول تفهم. لو الراجل اللي يتكلم عايز الست تسمع وتحاول تفهم.
الراجل ده ومراته قبل المحاضره سلموا عليا، اهلا وسهلا انا فلان، اهلا وسهلا انا امين، طبعا عايزين نقعد معاك حالتين ثلاثه. خلصت المحاضره وعملوا التدريب، ايه قالوا لي؟ شكرا دكتور امين، مش محتاجين جلسات. يا اتصور التدريب اللي انت عطهولنا لاول مره من 10 سنين، حاول افهم يا مراتي متضايقه ليه؟ عرفنا الطريق. ياه انا نفسي ان احنا نتعلم الاصغاء. قلت لهم برافو عليكم احسن من الجلسات، بس ما تاجلش. وقانون نمره 3 اختار وقت مناسب، يعني لو انت ومراتك مرغولين روحتوا البيت النهارده وتعبانين خالص، تعالى قالوا لنا نعمل المشاجره ناجحه، تعالى اقعد معايا. تعبان ماليش دعوه. لا اختار الوقت الايه؟ هو جوزك لابس يلبس شماس ولازم عاوز يروح في الميعاد، نتكلم دلوقتي، ستي عايز اروح في الميعاد. ده وقت ايه؟ الشماس. او مراتك وراها قدامها تكون مواعين. دلوقتي دي شوشه بتحب المشكله ولا برضو؟ فمد ايدك واغسل المواعين وقول لها نقعد مع بعض، انما تقول لها سيب المواعين وتعالي نقعد، ده ايه؟ مش حل مناسب. قانون نمره 4 اسمه خطوه خطوه. يعني لو فتحنا موضوع هنقعد مع بعض، من فضلك ما تحطش مواضيع على بعض، عشان احنا لما نتزنق في موضوع نروح ندخل موضوع عشان الاولاني هتغلب فيه، فاروح ادخل موضوع عشان اغلبها. ما ينفعش. ناخد موضوع ونخلصه وناخد ميعاد تاني بكره نتكلم في موضوع تاني، عشان لما ندخل مواضيع على بعض لا ده بيتحل ولا ده بيتحل. قانون نمرة 5 لا تقاطع. الحته دي هقولها للستات اكتر، كلنا بنحب نقاطع، والرجال يقول لك خلصيني هات من الاخر. فانا بجيب، مفيش هنا ازازه ميه، بجيب في المكتب المشهورة بيقول لهم ازازة مية بلاستيك صغيرة، اقول له امسك انت الازازة اتكلم، تيجي تتكلم استني لما الازازة تيجي عندك اتكلم 10 دقايق اتكلم، تيجي تتكلم استني الازازة ايه؟ خلص 10 دقايق انا واخد الازازة من ايده احطها في ايدها، هي تتكلم هو ايه؟ هو ايه؟ طبعا ليه؟ انت فاهم ليه بتجيب ازازة بلاستيك؟ عشان ما تكون صغيرة. نمرة 6 لا تهاجم. في واحد يقول لك عايز اغلب في الخناقة، وفي مثل زمان للأسف احنا متعلمين في المجتمع حاجات سيئة، يقول لك جوزك على ما تعوديه وريله العين الحمراء، أول ما يجي يمسك عليكي غلطة اهجمي عليه بموضوع اللي هو إيه؟ الست هي اللي هي جوزها خسر 15,000 ده، بيحكي لي هو يقول لي تصور كل ما تيجي خناقه يقول لي تتشطري عليا، تشطر عليا، طب روح تشطر على فلان اللي خامك في الفلوس حاجه ايه؟ فتهجم عشان هو ايه؟ طبعا ده ممكن تغلب في الموقف، بس الجواز يا خساره ما بقاش جواز ناجح، ما بقتش مشاكل ناجح. في قانون تاني اسمه لا تهدد. انت عارف لو ما جبتش كذا انت عارف، دي اسمها ايه؟ لوي الدراع بقى او المانيبيوليشن. ده ما يعملش مشاكل ناجحه. ده يعمل ايه؟ خناقه تغلب انت فيها، لكن ما يعملش قانون مشاكل ناجح. نمرة 8 بلاش تستخدم انت طول عمرك كده. ما دام انت قلت طول عمرك كده بتسد النفس. انت عمرك ما جبت لي حاجة حلوة. طبعا هو يقول لك انا لسه جايب لك السنة اللي قبل اللي فاتت. فلما بتقول انت طول عمرك كده بتسد نفس اللي قدامك وما بتخلوش ايه؟ تشجع. في قانون اسمه لا تقفل التواصل. كان في اثنين قالوا لي لما يتخانقوا وما يعرفوش يوصلوا لحل يروح واحد سايب الثاني ورازع الباب وراه. دي حتى قال لي زمان كانوا الناس بيسمعوا صوت الخناقه
في الوقت اللي يسمع صوت البراسة طاخ مش كلام طاخ كل ما الواحد يقوم بحساب التاني ايه طلع كل الغل بتاعه في الباب. احنا ينفع نوقف اقول لمراتي انا مش قادر كان ممكن ناخد 10 دقايق نهدي نفسها شوي عشان مش عايزين نغلط بعض. ولو مراته نصحة روح زمان كان في عندنا كركديه روح تعمل له كركديه او هنا ممكن تجيب له ليمونادة تهدي عشان احنا مش عايزين نغلب احنا عايزين نفهم بعض. في ايه؟ ده ايه ده هدنة؟ ايس كريم ايس كريم طب كويس في الصيام في صيام طبعا في لا تجرح زي اللي انا قلت عليه اديله كلمه توجعه انت عامل زي ما انت ابن خالك عنده امراض عقليه انت اكيد طالع له قول لي جاب سيره ابن خاله يعني قول لي انت عايز تهربه من الموقف بتاعك فايه جرحي فيه. في قانون اسمه ابتكر حلول دايما انا مصمم الحل ده انا اسف طبعا انا بقول بسرعه عشان عايز اختم في دقيقتين ثلاثه لكن احنا قلنا ان في اي في دي تخص كل الموضوع بالتفصيل وموضوعات ثانيه يعني التفاهم الاسري دول 8 محاضرات ممكن تلاقوهم في اي في دي واحد ممكن ابونا تعلم عنهم في الوقت المناسب. ابتكر حلول فانا حاطط في مخي ان هي ملهاش غير حل واحد مفيش فهمها وهي تقول لك لا هو ملهاش غير حل واحد هو الحل التاني وانت تصممي على دماغك في دماغك وانت تصمم على دماغك وانا انا اللي بفهم في الحته دي هي مراتي عنديه انا اللي عارفه الحل ومجرباه هو جوزي كده عندي بس لو اتنين عايزين يفهموا طب الحل ده مش مريحني الحل ده مش مريحني ممكن نفكر في حل تاني صدقوني الكلام ده مش للأجانب ده لو نفذتيه ولو نفذته هنلاقي حلول ما خطرتش على بالنا لا هو الحل بتاعي ولا الحل بتاعي. قانون نمرة 12 استخدم كلمة آسف هنا برضه أقولها للرجال أكتر على فكرة ما أقول للرجال أنا أقصد ستات ورجال بس يمكن للرجال أكتر ما أقول ستات برضه إيه الاثنين مع بعض ليه الرجال ما يقولوش آسف؟ هيقلل من قيمتي لما تدرس علم نفس تعرف إن اللي حاسس بقيمته يقدر يقول آسف إنما اللي عنده شعور بالنقص ما يقولش اسف. وعلى فكره دي من الحاجات اللي عيالنا مش هيتعلموها قول اسف يا واد قول باردون مش هيقولوا لكن لو شاف بابا وماما لما واحد يغلط التاني يعتذر سامح سوري يا ماما انا اسف يا ماما هيقدر يتعلم دي من غير ما تقوليله عليك يا ابني عندما تخطئ ان تقول اسف مش هيتعلمها ولا بعد 10 سنين. وفي نقطة تانية اللي هي المسامحة، احنا لو أنا غلطان ملهاش حل تاني غير إن أقول آسف. كنيستنا علمتنا أنا بعترف لربنا بعترف للكنيسة عند أربع اعترافي واللي غلطت فيه لازم أقول له آسف. ما ينفعش أعترف لأبونا واللي غلطت فيه ما أقولوش آسف. حتى لو ابنك يعني في ناس بعد ما نسمعوا محاضرة التربية الأول يقول لك أنا عملت خلطات كتيرة في أمل أقول آسف لابني يا سلام ابني الصغير ده أقول له آسف ما ينفعش أقول لربنا آسف وأقول لأب اعترافي آسف وما أقولش اللي غلطت فيه آسف. فلو أنا غلطت يبقى في لازم في كلمة آسف لو اتغلط فيا ملهاش حل تاني كما سامحكم الله سامحوا أيضا. في حاجات معينة يعني لازم نسيب مساحة انت ليك رأي وانا ليا رأي خلاص خليك انت على رأيك خليني انا لازم تيجي معايا الكنيسة يوم الحد انا اروح من السحت نسيب مساحة نسيب مساحة كل واحد يحترم التاني مش بالعافية. والقانون الأخير
الختام مهم. يا رب ما نكونش تعلمتوا كالمصريين الحاجات السلبية. ختام القعدة يعني قعدنا مع بعض النهاردة، انت تعلمت القوانين، يا رب تاخد التسجيل ده وتسمعه مرة واثنين وتقعد بقى مع مراتك. مهم القعدة ايه؟ تتختم ازاي؟ اقول لي للستات متجيش كمان لما قال لك اسف تقولي له ها ما ياما سمعت منك، اسمع كلامك اصدقك اشوف اعمل، ما ياما وعدتني يا اخويا. ممكن بقى التاني لو مش متظبط يقول عنك وعن اللي ويقلب الترابيزه ومش ايه ما وصلناش لحد. مش عارف انتوا شايفين الكاريكاتير ده، دول اثنين يقول هو كده انتوا طول عمركم الستات، الست طبعا شيطه وشياط طالع. ما تعممش ما تقولش انت كده، دول اثنين مش عارفين يتفاهموا. الاثنين اللي فوق كل واحد قاطع قفال الثاني، الاثنين اللي تحت كل واحد خوالي كان زمان بيعملوا كده كله. الصوره دي اللي فوق راجل راح يحلق دقنه بيرمي كل حاجه في حته ملوش دعوه بحد، وهي بتتفلق تعمل تلم وراه. هنا الست اللي تحت الست متنفذه خالص وهو ساكت بس شايط. عايز اقول لكم ان السكوت مش دايما احسن حاجه، السكوت مش دايما احسن حاجه. في حاجه في المقوله اسمها باسيف اجريشن او عدوانيه سلبيه. عدوانيه ناشطه ان اهجم عليك، عدوانيه سلبيه اقعد ساكت فانقطك من غير ايه ما اعمل حاجه. ودي ستات لا مؤاخذه شاطرين فيها. ست مره راحوا لابونا وبيحكوا الراجل دخل لقاها ساكته في حاجه، راح عملت وفي حاجه لا مؤاخذه وانا عملت حاجه غلط وفي حاجه حصلت، هي ايه؟ ما عملتش حاجه. فضل الموضوع كده 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 لغايه ما هو ايه؟ مستفز وتهور ومد ايده وراحوا لابونا بقى وتعيط. صدقني يا ابونا ما نطقتش ما فتحتش بقي، بصيت انا نطقت فتحت بقي. بس هي ايه؟ فرسته بس ايه؟ بس الصليب عليها ما انتهتش وقتها. في عدوانيه بس ايه؟ وفاكره الست اللي فاكره قال لي انها ما عملتش حاجه. طبعا المشهد ده الست بتتكلمه وهو مش فايق، معلش انا عادي يا انا قصدي اوريكم الصورتين دول. الغلطه دي غلطتنا، دي اشهر حاجه كل واحد يطلع التاني غلطان، دي اللي عايزين نتحاشاها. بينما الراجل ده معتبر ان مراته دي احلى دي جات له، ده الصوره اللي فوق. الصوره اللي تحت الست في الويك اند هو نايم وهي عماله تشتغل في شغل البيت فمنقوطه منه، هو مش حاسس بيها. انا دي برضه الصوره اللي عايزكم تعرفوها، في قديس اسمه فرانسيس الاسيزي وده اللي عمل اخوانه الفرنسيسكان. الست دايما تقول يا رب هو يفهمني، والراجل دايما يقول يا رب الست تفهمني. بس القديس قال يا رب نفسي افهم، نفسي افهم انا اكتر من اني اطلب ان الناس تفهمني، او اكتر من اني اطلب اني اكون مفهوم. هنا سي السيد كان زمان معلش صوره قديمه. دول بقى اثنين انتهت المشاجره بتاعتهم، المشاجره انتهت نهايه سعيده. طبعا في اصابات، شايفين انتوا الكلمات والعينين بايظه وبتاع، بس هي انتهت انها تقول له انا اسفه يا حبيبي، هو كمان قال لها انا كمان اسف. دي الصورة الختامية. التحت اللي أنا مترجم الكلمة اللي تحت، الجواز هو اللعبة الوحيدة، إما أن يكسب الطرفان معا أو الخسارة إيه؟ معا. الاثنين مفيش واحد يكسب ويقول أنا إيه؟ كسبت. لو خسرت، لو خسر هو يبقى الجواز العلاقة الزوجية خسرت، لو خسرت الست العلاقة الزوجية خسرت.
لازم احنا الاثنين نكشف، مش واحد يقول انا الحمد لله طلعت انا الصح ولإلهنا المجد دائم.